السلام عليكم خالتي لي ديزاد يوتيوبر، معكم اخوكم بازيز كيلاد. هاد لا فيديو ان شاء الله نديروها خفيف ظريف على واحد الموضوع حساس بزاف بزاف بزاف. كيما نقول لك والله العظيم قاعد في قلبي بزاف بزاف بزاف، وانا نخمم كيفاش ندير فيديو، كيفاش راح نواجه الناس، خاطش حاجة توجع شوية. بار اكزومبل هاكا لو كان نقول لكم ام ترمات في دار العجازة، شكون داها؟ وليدها. على بالي ما تدخلكمش في الراس. ايبن صح كاينة ورانا نعيش فيها تقريب كل يوم، اذا ما قريناهاش في جرنان شفناها، اذا ما شفناهاش سمعنا عليها. يا هل ترى الام اللي رفدتنا 9 شهور وهنا على وهند، بون على بالهم بلا ما نقولكم الاحساس اللي تحسوا المرا والتعب واللي ما ترقدوش ومن بعد جيلي طاب دوزيام تاع تربي الطفل تنحي ما عمرها وتمدلو ليه، يرقد هو وتسهر هي باش يكبر، يرميها في دار العجازة. كاين امهات مساكن النوايا يروحوا مع اولادهم ما على بالهمش وين راح يديهم، ومن بعد هاتيك يرميها في دار العجازه، يقولها ما يقولهاش بلي دار العجازه. نولي لكم بعد 5 سنين 10 سنين عينها كيما يقول لك الدموع ندبت خدود العين، واد دوك غير تسيل الدمعه عندها طراجي اللي راح شغل الطريق تاعها خلاص. اسكو الام اللي كرمها ربي عز وجل واعطاها الجنه تحت اقدامها، كان واحد القصه في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا مانيش غلط، واذا غلط صلحوها لي في لي كومونتير ونعتذر في فيديو واحد اخرى. واحد في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم الروح تاعو حبست شغل يتصارع بين الموت والحياة، ما قدرش يموت، حتى الموت ما قدرش يموت. كي شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم أول حاجة قالها قال لك أسكو يماه على قيد الحياة، قالوا له إيه، قالوا له جيبوا لي يماه. كي جات يماه قال لها اسمحي له، هي غير سمحت له هي خرجت الروح تاعه. تخيلوا، تخيل ابن مقود يماه لدار العجزة. حبيت نعرف واش عنده، اسكو عنده ضمير تاع انسان، اسكو عنده احساس كيش راح يرقد الليل ويماه محصورة باربع حيطان دفنها حية. والله لأمر محزن، ربي ناس عطاهم نعمة يماه شمعة عايشة قدامه هو يديها شغل انا بالنعمه لفمك وانت بصبع لعيني. ربي عطاك نعمه وانت تتجاهل هذه النعمه وتقصر في حقها وتحرم نفسك من الحنان وتحرم اولادك من الحنان تاع يعرفوا انه ليهم جده. وجينيرالمون علاش هذا المشكل؟ حاشا بنات الفاميليا، كاين بنات اللي يعصروا على رجالتهم تقول له انا ما نحملش نعيش مع يماك. علاش؟ نطلبوا لهم الهدايه على كل حال. والناس هادو اللي راهم يديو والديهم لديار العجازه، اتقوا الله في والديكم، اتقوا الله في والديكم، اتقوا الله في امهاتكم، واتقوا الله في ابائكم. سون في بادر كي راني نهضر غير على الام، الاب ما عندوش شعور. الأب تانيك راهو حاجة عظيمة، اتقوا الله في الوالدين تاعكم. ويا ربي والله من قلبي يا ربي ما تجعلناش من هاد الناس، يا ربي ما تجعلناش من هاد الناس، يا ربي ما تجعلناش من هاد الناس اللي الدنيا عمات لهم عينيهم وينساو الوالدين تاعهم. لو ماشي هما والله ما نكون لا انا لا انت لا انتي في هاد الدنيا.
وبالدور تاعنا راح نكونوا والدين ان شاء الله. نتمنى انه الميساج هذا يوصل للناس معنيين بالامر. معليش اذا غلطت الغلطه، والله ان الله غفور رحيم، بصح ما ننساوش برك بل ان الله شديد العقاب. دونك اون هاد لا شونس زعما باش نصلحوا غلطه. اذا واحد دايم ما يا خويا روح ورد يماك، معليش عيش بالقليل، امو يماك حاضره قدامك، ارفد يماك يا خويا يدخل بها للجنه. واحد دايم للحج على ظهره، كي ولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما تجيب ما درتش، عيط الاولى كي كانت تخرج فيك هاك ما جبتش حقها. سوايو لوجيك. اي ام، اي ام على بالي بلي هاد الموضوع هذا ما يكفيهش 2 مينوت ولا 3 مينوت ولا 4 مينوت ولا ميم 10 مينوت، ما تكفيهش فيديو واحده. مي ان شاء الله نكونوا درنا اللي علينا والناس يلحقهم هذا الميساج، وربي يهدينا ويهديكم كاع. والحمد لله اللي شفناكم بخير، نقولكم السلام عليكم.